تطرح سماحة الشيخ بأن ولاة الأمر قد ارتضوا الصلح مع اليهود، فلا وجه لبقاء طائفة في غزة أو في غيرها ترفع راية الجهاد وتبادئ العدو. هذا يحتاج القائل به إلى أمرين: أولا إثبات من هم ولاة الأمر، نعم، ثانيا ما صلاحية ولاة الأمر. نعم. فأولا ولاة الأمر الذين أمر الله بطاعتهم هم الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته فيقيمون الدين ويسوسون الدنيا بالدين. الله أكبر. فمن ليس كذلك هو ليس من ولاة أمر الإسلام وليس من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو من خلفاء الاستعمار. الله، لصوص متغلبة. إيه نعم، هم من لصوص المتغلبة. نعم. من خلفاء الاستعمار. وأولياء الأمر الذين حال إليهم رسول الله حال إليهم الله تعالى بينهم، فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. ثم عرفهم فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. فلم يقل لعلموه جميعا، بل قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. العلماء من الأئمة والحكام، العلماء الحاكم من شرطه أن يكون عالما. صحيح. هذا شرط معروف، حتى أن يكون مجتهدا في دين الله ومجدا. نعم. وإلا فأمثل مقلد. نعم. وهذا لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة. نعم. فكل قادة المسلمين وأمرائهم هم من العلماء. انظر إلى الخلفاء الراشدين، هم أعلم الصحابة. نعم. بعدهم معاوية رضي الله عنه من المجتهدين من الصحابة. صحيح. وحتى بعدهم انظر إلى مروان أبو جعفر، أقصد مروان بن الحكم. أي نعم. عبد الله نعم. بن الزبير، عبد الملك، عبد الملك بن مروان. نعم. فقيه المدينة، فقيه عمر الشام. بن عبد العزيز. نعم، كلهم كانوا فقهاء وعلماء وخطباء على المنابر، يؤمون الناس ويقيمون لهم الصلاة، فهم الذين يؤمون الناس بالصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. نعم. وكذلك الحديث يحكمكم أو يقودكم بكتاب الله. نعم. نستعمل عليكم عبد حبشي. نعم. يقودكم بكتاب. يقودكم بكتاب الله. نعم. فهؤلاء الآخرون ليسوا أولياء الأمر لأنهم لا يقودون بكتاب الله وليس لهم مصدر للشرعية. نعم. فلذلك لا يعتبر هؤلاء في هذا الأمر. ثم الأمر الثاني صلاحية ولي الأمر، لو قدر أن أبا بكر الصديق موجود وأن عمر موجود ومثال من كان على شاكلتهم من أولياء الأمر الذين لا يختلف فيهم اثنان، هل يمكن أن يتنازل عن المقدسات ويسلمها الكفار؟ هل يمكن أن يتنازل عن المسلمين المستضعفين ويخالف أمر الله؟ هل يمكن أن يطاع في معصية الله؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عندما أمر عبد الله بن حذافة بن قيس لقيس بن عدي أهل سريته أن يدخلوا في النار التي أوقدوها في شدة البرد، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها. الله. إنما الطاعة في المعروف. نعم. فلذلك لا طاعة لأحد خالف أمر الله.